ماما مش قادر. طب عايزين ننام. ما تروح تنام، انت مشكلتك مش مستحيله دلوقتي. انا مشكلتي مش مستعجله، انا مش هاجي لي لغايه ما بالبابا. انا بقى اللي عايزه انام عشان عندي شغل الصبح. ماما يا اخوانا مش كده، شويه صبر يا جماعه. اولا احنا مش عايزين نزعج بابا، احنا عايزينه هادي الاعصاب وزاجه رايق. مستعجل يا بابا وماما مستعجله، شوف طلباتها الاول. افندم استمعي. ايه طيب؟ بالراحه يا بنتي. انا كتبت لحضرتك مذكره. لا ماما مذكرات ليل ونهار في المكتب وفي البيت، حرام. بلاش مذكرات، اتكلمي يا بابا. طب كنت عاوز اعرف حضرتك هتساعدني بكام عشان اقدر اتجوز؟ تاني يا ماما ما تشوفيش خلقتي الا ما تكلمي في الموضوع ده. قومي نامي وبكره باذن الله نتكلم. بكره هقابل عاطف خطيب وكنت عايز اعرف اقول له ايه لما يقول لي هنشتري عفش امتى. يا بنتي قلت لك اتفضلي نامي وبكره نتكلم مع بعض باذن الله. طيب تصبحوا على خير. تمنعي وانت يا دكتور طلباتك؟ لا ابدا يا بابا، انا طلباتي هايفه خالص. بس الحقيقه هي مهمه وما اقدرش استغنى عنها. طب ايه؟ ما انا هقول لحضرتك. في الحقيقه انا عايزه جثه. ايه؟ جثه. يعني واحد ميت؟ للتشريح يا بابا. هو حضرتك نسيت ان انا في كليه الطب ولا ايه؟ بس انا هجيب الجثه دي منين؟ ازاي؟ لا يا بابا دي موجوده وبتتباع. ده انا لسه زميلتي شاريه واحده امبارح بس. بتطلع بكام دي؟ هي في الحقيقه يا بابا غاليه شويه، بس انا في واحد زميلي وعدني يجيبها لي ارخص 50 جنيه. ارخص 50 جنيه؟ ليه؟ تطلع بكام الجثه دي على كده؟ 300 يا بابا. 300؟ بس حضرتك عارف انا من غير الجثه دي. عارف من غير الجثه دي مش هتقدري تذاكري كويس ولا تبقي دكتوره. لكن اسمعي انا عندي فكره. انا تحت امرك يا بابا. تعال تعال اقعدي واقفه ليه؟ صاحبتك اللي عندها الجثه دي مش ممكن تخليكي تذاكري معاها يعني؟ لا يا بابا مش ممكن، دي زمانها قطعتها 100 حته. وبعدين انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا افضل ليا بكتير جدا ان يبقى لي جثه خاصه بيا. طبعا لازم يكون عندك جثتك الخاصة بيكي تقطعي فيها على كيفك وقال. طيب صح، طيب سيبي لي كلمهم كده لغاية ما أدبر لك أدبر الموضوع ده. طيب ربنا يخليك ليا يا بابا، متشكرة جدا، تصبح على خير. أنت من أهلك. وأنت يا أستاذ فاشل ساكت ليه؟ أنا مش فاشل يا بابا. لا بقى اللي يسقط في الثانويه العامه وبعدين يعيد السنه فيقوم يجيب 50% بس يبقى فاشل، وفاشل جدا كمان. تقدر تقول لي انهي كليه ولا معهد يقبلك دلوقتي؟ يا بابا اصل انا لقيت معهد عايز اقدم فيه. معهد؟ ما هو معهد اللي هيقبلك بمجموعك المهبل ده. انا ميولي مش علميه. امال ميولك ايه؟ نفسي اعرف. طيران. طيران؟ عايز اخش معهد الطيران عشان اطلع طيار مدني. لا طيار مدني ولا طيار حربي. شوف لك حته ثانيه ادخل فيها. مش كفايه القلق اللي احنا فيه ده، عايز تطير كمان؟ ثم يعني انت متاكد انهم هيقبلوك بمجموعك ده؟ اللياقه البدنيه اهم من المجموع. انت ساكت ليه؟ افهم من كده انك موافق؟ مش احسن من قعدته في البيت جنبك كده؟ لا شغل ولا مشغله. والمعهد ده مصاريفه قد ايه؟ 2000 جنيه. نعم؟ في السنه يا بابا. قوم يا ولد، انا بقى هخليك تعيد الثانويه يا عم عشان تجيب مجموع تخش كلها تلمك. يا بابا ارجوك. غور من قدام. غور يا بابا. 2000 جنيه ده بص ارحم بكتير بقى يا بابا. غور يا ولد. اسمع كلام ابوك وخش جوه. يا بابا خليني بس خلص كلامي. خد روق دم. اروق ايه بقى؟ بنت كبيره جايه تسالني بكل نجاح اقدر ادفع كام عشان تقدر تتجوز؟ مش مكفيها ده انا دفعت طول عمري لغايه ما كبرت وبقت بني ادمه ومعاها شهاده عاليه، مش قادره هي والاستاذ اللي عايز يتجوزها ده يعتمدوا على نفسهم. احنا بنخالف ولاد دول ايه بس؟ ليه؟ عشان يساعدونا لما نكبر ولا عشان
يخلصوا علينا. يا طلعت مش كده امال؟ الناس نايمه. ولا التانية اللي عايزه جثه 300 جنيه يعني اكتر من ماهيتي في الشهر، وخدمه الهدف الواد الخيبان ده اللي عايز يخش مع الطيران بدني ده ب 2000 جنيه. طب هجيبهم منين 2000 جنيه دول؟ هجيبهم منين؟ يا اخويا ربنا يخليك، بس هم لهم من غيرك. خد الشبراوه. مش عايز اشرب. اشتغلوا ايه؟ نعم مش مهم اشتغلوا، ده اسمه كلام برضه. لا 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 يا سيدي، بصراحه انا ضد العماله الزايده، وانا كتبت مذكره في الموضوع ده. يا باجت انا ماليش دعوه بالسياسه العامه وماليش دعوه بمشاكل شؤون العاملين، انا هنا مش محتاج موظفين خلاص، انا ليا دعوه بوزارتي وبس. من فضلك. متشكر قوي. متشكر يا باجت. مع السلامه. ايوه حمدي، في مقابلات كتيرة قوي عند سعادتك النهارده يا فندم. ايوه بس قبل المقابلات في موضوع مهم عايز اكلمك فيه. تحت امر سعادتك يا فندم. الحقيقه انا محتاج جثه يا فندم. عايز جثه. ايوه. الباقيه في حياتك يا فندم. باقيه في حياتي ايه يا حمدي؟ انا ما عنديش ميت، ده انا محتاج ميت. محتاج ميت؟ معلش، اصلا انت عارف انا ليا بنت في كليه الطب ومحتاجه جثه يعني عشان تدرس عليها تشريح. فهمت. ما دام فهمت بقى يا ريت تعمل اتصالات عشان تشوف لنا جثه، بس كنت منها متهاود يعني. تخيل ان انا سالت قالوا لي 300 جنيه. تصور ميت ب 300 جنيه، مع ان في احياء ما يسويش 300 مليم. فعلا يا فندم. طب انا اعمل اتصالاتي واقول لسعادتك. طيب يا حمد ده شكل. دلوقتي بقى ممكن تدخل اول مقابله. حاضر. اتفضل يا
حبيبنا الله يخليك. ما تقلقنيش بقى اتفضل. الو محسن، كويس اني لقيتك. اهلا بيك. اهلا اهلا. بقولك ايه، بما انك ساكن في البساتين عاوز منك خدمه كبيره قوي. جثه. اي مش انت ساكن في البساتين؟ انا عاوز جثه. اصل بنت طلعت بيه في كليه الطب وعاوزه جثه لزوم علم التشريح، ولما سيادته سال عليها طلعت بمبلغ 300 جنيه. فبقولك ايه، انا عاوز جثه طازه حلوه قوي قوي كده وطازه. ها ماما، 5 جنيه لو سمحت. اشمعنى 5 جنيه؟ رايح المحل اشوف الشروط بتاعتها. ايه هو جنيه واحد بس؟ جنيه؟ اروح من هنا لامبابه بتاكس رايح جاي بجنيه؟ ليه، هو مفيش بتسال بتروح هناك؟ اوعى لو رحت المحل بالاتوبيس يا ماما مش هيقبلوني. مفيش فايده، مفيش غيره، هو جنيه واحد. طب اديني مفتاح عربية بابا. ايه اللي مفتاح عربية بابا؟ يا ماما انا بتعب السوق، عايز تجيب لي مصيبة. اسمع، انا هديك فلوس على شرط تجيب لي حاجة من الجمعية معاك بالبلاش. اسف، انا شفت طالعة قفطة برج عليا. يا اخويا بقى انزعها كده. ما تبعتي مرات البواب. مرات البواب بقى هتشيل ليا ولا ليها؟ يا ابني يا ضنايا يا حبيبي، انا تعبانة مش قادرة انزل. خلاص مش عايز حاجة. تعالى بس هنا. ايه فين؟ الله، شريف تعالى. خلاص انا هديك فلوس. لا، هما 2 جنيه بس. ميزانية لا تسمح. اتفضل. بقول لك ايه يا شريف؟ جمعيه؟ لا يا سيدي مفيش جمعيه. ما تتاخرش على الغدا. ها، سلام. يلا بسلام. خلي بالك من نفسك. احنا يا فندم لينا مستحقات عندك يا فندم، والحقيقه مش عارفين ناخدها. كل ما نبعت حد يا فندم كل ما نبعت حد يا فندم اللي عندنا عشان يسالوا يقولوا لهم كمان اسبوع كمان اسبوع. قلنا يا فندم لا، مفيش غير سعادتك اللي هتخلصي الموضوع ده ان شاء الله. 750,000 جنيه مش كده؟ ايوه 750,000. صح يا فندم. مظبوط يا فندم. ما شاء الله ما شاء الله. تمسك الخشب يا فندم. ده انت عارف كل حاجه يا فندم اهو. ما انا لازم اعرف كل حاجه ولا ايه؟ ربنا يكون في عون حضرتك يا فندم، ده انت كل حاجه فوق دماغك يا فندم. ايه رايكم بقى ان انا اللي اوقفت صرف الشيك ده؟ لا لا، حضرتك بتهزر. بقول لك انا اللي اوقفته. خير يا فندم؟ في كل المنشآت لازم تتسلم بالكامل بجميع المواصفات بتاعتها قبل ما تاخده مليم واحد. يا فندم ما كل المواصفات يا فندم اللي في العقد كله في التمام يا فندم. يا فندم كل حاجه مظبوطه، ما فيش حاجه غلط خالص يا فندم. بقى بذمتكم كل حاجه كانت مظبوطه وتمام بذمتكم يا فندم؟ تقرير مهندس. ايوه انا بعينيا دول قاري تقرير المهندس بتاع الوزاره يا فندم، قايل ان كل حاجه تمام وسليمه وزي الفل. واحنا المهندس اللي بتكلم عنه حضرتك ده اتحول للنيابه الاداريه. يا رب ما تكتلي البنينة. ربنا يسعدك. شكرا. مع السلامة. سيبني في حالي. صح صح. تعالى وصلني. شكرا. مش هتلاقي تاكسي دلوقتي. هلاقي اتوبيس. ثم انا عايزك، عايز توصلني ليه؟ انا يا حبيبي لا ناوي على حب ولا ناوي على جواز. امال ناوي على ايه بقى؟ اهاجر. أول ما أخلص دراستي هقطع تذكرة الطيارة وأسافر، ولما أوصل هناك بقى هبقى أفكر على مهنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عم. بسرعة يوصل النهاردة بإذن الله. أمية. ها؟ أمية من مين؟ أمية. أمية أهلا 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 بست البنات. أهلا 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 اهلا 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 اهلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا عمو اخي. تعالي يا اميمه، تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنب. تعالي يا اخي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا اهلا يا اهلا اهلا وسهلا. يا دي النور يا دي الهنا. انت اتاخرت ليه يا عاطف؟ اصل انا جاي في السكه، صليت الظهر حاضر في الجامع. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يزيدك من فضله ويقوي ايمانك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. يا دي النور يا دي الهنا. اختي ايمان بتحبك قوي يا اميمه ودايما تسالني عنك. طب وعزه الله وجلال الله، انا حبيتك من كلام عاطف عني. عاطف الله ما تخرج شويه، عايزه ادردش انا والانسه اميمه. الله روح للحاج سال عليك اكتر من مره. طب اطلبي لها حاجه. هتلاقي واحد قرفه. ما شاء الله ما
ما شاء الله حقيقي أصيلة بنت أصول كاملة من مجاميعه، أدب وعلم وأخلاق. بس يا خسارة، ناقصك حاجة واحدة. خير؟ إيه اللي ناقص؟ الحجاب. لازم تتحجبي زيي. ربنا يهديك ويقوي إيمانك. قادر يا كريم، ما شاء الله ما شاء الله. اتأخرت عليك. مستني ايه؟ ما تخش يلا من الطلب وادفع القسط الاول. هو القسط الاول كام؟ 1500 جنيه. القسط الاول؟ ايوه. انت جايب معاك كام؟ لا اصل بابا مش موافق ولسه هقنعه. احب اروح اكلم والدك مش هعمل مهروب. خلينا اقنعه. طب تعالى بقى يا اخويا. ماما عارف فرجني على الشقه النهارده. يجعلها مبروك عليك يا بنتي وعجبتك؟ ايوه بس 3 اوض بس. امال يعني كنت عايزه كام؟ 10؟ اسمعي ماما، انا هاخد من بابا فلوس النهارده عشان اشتري الموبيليا. بقول لك ايه؟ اوعي تكلمي ابوكي في حاجه. ابوكي راجع تعبان من الشغل. كفايه قرف الشغل، الوقت مش مناسب. يا سلام، امال امتى الوقت المناسب ده؟ بالليل بلاش عتمان ابوكم بيعزم. الصبح قولي فتحني عليه، الصبح بابا راجع تعبان. يا بنتي يا بنتي كده وقفي يتحل على ركبته. يا ماما دي جواز، انا مش بشتري كلمه ولا فستان. وبعدين الناس جايين. اقول لهم ايه؟ استنوا عليا انا شويه. اخبار الغدا ايه؟ انا بموت من جوع. جوع؟ شايف عمالي نفتك؟ يا نفس، انا مش فاهمه ايه التعجيل على الجواز ده. انا شكلي مش فاهمه الجواز خالص. انا اتخرجت بس الحياه ده. بقول لك ايه؟ بعد بنتي ايه اللي هيجيب سيره الجثه دي واحنا بنتغدى على السفره؟ بلاش قرف، خلي اللقمه تتبلع. حاضر. انا مش هتكلم. ما انت بتعملي ايه دلوقتي؟ لا انا كنت عايزه افكر حضرتك بس. فاكر يا ستي فاكر. انت عايزه اللي بتاع تحتك دي عشان تذاكري عليها، وميمة عايزه الجهاز. وانا يا بابا فاكر برضو فاكر. انت هتعيد الثانويه العامه. بس يا بابا اخلص. لما اخلص قبل جهاز اختك الكبيره واختك الصغيره تخلص كليتها وانت تفلح وتجيب مجموع. بقى تعالى قول لي انت عايز ايه؟ عايز ادخل معهد الطيران. يا اخي افهم افهم. ده انا لسه النهارده مقدم طلب استبدال معاش عشان اكمل جهاز اختك الكبيره. انت ما تفهمش، معناش دم. الله، تعالى يا حبيبي تم الامن. ليه يا ابو مكان؟ لما تخلصوا حد منكم يعمل لي شاي. انا يا بابا انا هقول لك حاجه. عاجبكم كده؟ مش قلت لكم سيبوني اتغنى باللقمه؟ انتم ايه؟ ما عندكوش رحمه؟ واحده فيكم تقوم تعمل لي الشاي؟ مش سامعه؟ قومي اعملي الشاي. شاي. علم الغزل جفنه
علم الغزل. جفنه علم الغزل ومن العلم ما قاتل. فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل. مساء الخير. احسنتم يا استاذ. هو ده الطرب الحقيقي مش الطشت. قال لي بذمتك الطشت بيقول حاجه؟ والله عندك حق. تحت امرك. القانون ده في كم وتر مقطوعين ومحتاج تصليح. القانون ده بتاعك بقى ولا حد بعتك يصلحه؟ لا لا بتاعي طبعا. الحقيقه انا مش فاهم السؤال. اصل انا اول مره اشوفك. حضرتك تبع مين؟ تبع مين؟ يعني ايه؟ يعني تبع اي مطرب رقاصه يعني ولا مؤاخذه يعني تبع ايها تخت. لا لا انا مش تبع حد. انا هاوي يعني بعزف لنفسي. عشان كده. اهلا وسهلا. اصل انا اعرف كل عازف وكل مطرب وكل رقاصه ملوجس في شارع محمد علي. اكترهم طالعين من تحت ايدي انا. ارجع لحضرتك امتى عشان القانون ده؟ هو ما ياخدش مني ساعه زمن. اتفضل حضرتك خد لك كاس. متشكر قوي. ارجع لك بعد ساعه. ما تيجي تاخد لك كاس. هو ده البيت نمرة 10. انزل اتأكد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضلك مش طلعت يا عثمان ساكن هنا برضه؟ طارق دور شقة 8. تشكر يا عظمة. شكرا. شكرا لله. العنوان مظبوط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اقول لهم يشيلوا الحاجات اللي بره. تعال معايا شيل واحد بره. على فين؟ ده حاجة صغيرة بس مع سواد تساعدوا فيها لو سمحت. ما تبصش على بتاع بره. ايه؟ اتكل وانا هلص لك فك. اتكل. من عينيا. خد تعالى هنا يا ريس. تعالى هنا. السلام عليكم يا ريس. عليكم السلام. فين اللي هنشيله؟ اهو ايدك معايا. اوبا. مساء الخير يا ست هانم. ايوه سلام. في هدية جاية عشانكم. هدية؟ عشان دي. مساء الخير يا ست هانم. مساء الخير. مش منزل طلعت بيه عثمان يا فندم؟ ايوه هو. اصل الحقيقة فندم كله سليم وفي التمام. دي حاجة بسيطة يا فندم جايبينها طلعت بيه. كان نفسنا يا فندم نجيب حاجة أكبر من كده يا فندم. أكبر من كده؟ مقام طلعت بيه يا فندم. وحدوه. شعور شيل معايا. ما حدش يدخل لما يجي طلع. انا عايز افهم هديه ايه دي ومين اللي بعتها؟ استنى من فضلك من فضلك. في ايه؟ شفتي الهديه اللي جايه لنا؟ هديه ايه؟ البيه مش موجود. طب خليهم برضه. لا انتظر اتفضل يا مصريه. مين اللي اتفضل؟ ما حدش هيخش هنا. وانا كمان مش ممكن اعمل الهديه دي الا لما يجي البيه. ليه بس يا ست هانم؟ يا فندم ده احنا قلنا فرصه نقعد مع طلعت دي نشرب فنجان قهوه. اتفضل يا مصريه. قلت ما حدش هيخش بلا هوسه. ده عند حضرتك بقى الهديه دي مهمه جدا بالنسبه لي يا فندم. طلعت دي لو عرف الهديه دي هيتفزع يا فندم. هيفرح جدا يا فندم. بلا يتفزع بلا يفرح. اتفضلوا يا فندم. يا فندم بقول حضرتك طلعت دي هيزعل جدا. مش هيعرف يجيب زيها. دي طازه يا فندم. بزلطه. سلامه. انت سيبه بقى تتفرج عليا بشوفك حد. يا استاذ انت هو ما تخلصونا بقى. الهانم قالت لكم مش عايزه هديات. اتفضلوا بقى. اتفضلوا. شيل يا عايز ايه تاني؟ الكروت. اتفضل اهي. الكارت بتاعي يا فندم. معاه. شكرا.
كان انا ما بعرفش اتصرف. انت بشكلك زي بتوع المدارس، خافت منك انت. من انا ولا منك انت؟ طب انا هتصرف ونشوف هتعمل ايه. يا واحد تخد عشان تاخد راحتك. لا القانون جاهز يا استاذ، اتفضل حضرتك اقعد جرب. لا لا مفيش داعي. المهم هو اتكلف كام؟ لا لا مش مهم، اقعد حضرتك جربه بس. ده انا ظبطته لك ظبطه تمام. معلش ازاي ده انت لازم تجرب القانون بتاعك. انا صلحته. اتفضل بس، انا عايز اسمعك يا اخي. ايه يا استاذ؟ قول كمان يا استاذ. ده انت عطويل. وتقول لي هاوي؟ انا اصلي بعزف قانون من يوم ما كنت في فرقه المزيكا بتاعت المدرسه، بس تسلم ايدك القانون بقى عال. ما شاء الله يا استاذ، ده انت صوابعك دي تتلفت حرير. اشكرك. شكرني ايه يا راجل؟ ده انت عازف قراري، وانا بقى كمان راجل سميع بقى. ما تقلب عيشك كده، وحضرتك بتشتغل ايه؟ موظف. تبقى تابع فئه الغلاب، تلاقيك مش لاقي تاكل. لا مش الدرجات دي، يا مزنها حبتين بس مستوره الحمد لله. لو حبيت تكسب لك قرشين في وقت فراغك انا تحت امرك. صوابعك دي ممكن تكسبك ده. انا عندك شغلانه ليا ولا ايه؟ ايوه يا استاذ، الشغلانه جاهزه بس انت توافق. طب واحد اديني كام؟ هديك 30 جنيه في الليل. 30 جنيه؟ 40 جنيه ده غير النقطه. 40 جنيه في الليل الواحده؟ ايوه يا استاذ. والله كويس. خليك متقطق كده وحرك، ده احنا في زمن القرش. انت مش عندك عيال؟ عندي، عندي ولاد وكبروا وكبرت مشاكلهم ومطالبهم. طب مستني ايه؟ الله. طيب سيبني افكر. فكر؟ يعني يلزمك كام يوم تفكر فيهم؟ ثلاث اربع ايام، اسبوع بالكثير. طب نتشرف بقى باسم حضرتك. عبد الحميد. عبد الحميد ايه؟ عبد الحميد، عبد الحميد فرغلي. طب اكتبهولي هنا اهو، هنا اهو، واكتب لي كمان نمره التليفون. لا انا ما عنديش تليفون في البيت. اكتب لي تليفون الشغل بتاع حضرتك. ممكن ممكن القلم لو سمحت. حالم نمرة تليفون الشغل، والنمرة دي اللي هرد فيها انا شخصيا، يعني نمرة خاصة. اتفضل. دلوقتي بقى حضرتك عايز كام؟ ثلاثة بالله العظيم ناخد مليم. بس يعني يا راجل ده شوية اوتار صغيرين. الله، معقول انت مش هترجع هنا تاني؟ طبعا. الله، اقعد بقى خد لك كاس. معلش يا راجل، اقعد خد لك كاس. معلش شايفين انا. لا اله الا الله. في ايه تاني يا عم سلام؟ السكان طلبوا البوليس يا فندم، وحضر الضابط عايز يقابل حضرتك. لا انا ما اقدرش اقابل اي حد قبل ما يجي البيت. البيت انا جاي. اتصل يا فندم. يا عم سلام. حاضر يا فندم. بيقولوا فيها قتيل فوق. ايه؟ ايوه. يا رب. في ايه يا شويش؟ في قتيل في العماره. فين بالظبط؟ شقه 8 بتاعت واحد وكله صار. ايه؟ شقه 8 يا استاذ. اوعى يا استاذ. اوعى يا استاذ. ده ليه؟ ده سعاده البيع. انا ما عنديش دفع عن الموضوع ده. بالعربيه. سعاده البيع ماليش دعوه. انا راجل سواق وبس.
قالوا لي الشهيد سجلت. خدوا العربية. هما راحوا فين؟ كانوا هنا دلوقتي. سايبيني ليه؟ أنا ليه ذنب في حاجة زي دي؟ تعالى يا بيه. وعيدك تعالى وأنت كمان. اتفضلوا. مساء الخير يا فندم. نصر دمنهور يا فندم. يا فندم ده مش قتيل يا فندم، ده راجل محترم. ده ميت موتة ربنا يا فندم على فرشته. هو انتم يا طلعة بيه ده احنا جايبينه هدية لسيادتك يا فندم. هدية؟ يا فندم احنا جايبينه بنت حضرتك يا فندم عشان تذاكر عليه يا فندم. كل المأمورية اللي المدام رفضت تستلمه يا فندم. أنا طلبت منكم حاجة زي ده يا فندم؟ ما طلبتش، احنا جايبينه لبنت حضرتك يا فندم عشان كلية الطب. ما أنت عارف جايبينه هدية لسيادتك يا فندم، مش أكتر من كده. رشوة يعني؟ لا يا فندم مش رشوة. سامع يا فندم؟ أنا ماليش دعوة بالموضوع ده إطلاقا. مش انا جاي معاك. لا خليك انت هنا، خليك في الشقه، ما تخليش حد يطلع لغايه ما ارجع. حاضر. يلا تعال هنا. دعوا مستنيين ايه؟ ابدا مفيش اي حاجه يا فندم. اتفضلوا معايا. اتفضل حضرتك. اتفضلوا معايا. ما تتفضل حضرتك. اتفضل معايا. اتفضل قدامي. بلاش كده، انا راجل محترم وانا فندم لازم تفهم ان انا ماليش صله بالموضوع ده باي شكل من الاشكال. طيب طيب اتفضل حضرتك ارتاح. اتفضل ارتاح. أنا عارف فعلاً إن حضرتك مالكش أي علاقة بالموضوع. الحمد لله. حتى اللي جابوا الجثة قرروا إن المدام رفضت استلام الصندوق من غير ما تعرف جواه إيه. شوف. وبرضه البواب أكد نفس الكلام. لكن قطعاً حضرتك كنت محتاج جثة لبنتك علشان تذاكر عليها. عمري يا فندم ما طلبت حاجة زي دي من أي حد. بس المقاول وزميله يعرفوا حضرتك، وحضرتك تعرفهم وعلى علاقة بيهم. علاقة عمل يا فندم مش أكتر. الناس دول لهم أشغال عندنا في الوزارة، ساعات بيقابلوني بالصفة دي بس. إنما عمري ما طلبت منهم حاجة. وانا عايز اقدم بلاغ ضدهم بانهم قدموا رشوه لموظف عموم. على العموم احنا ثبتنا كل الكلام ده في المحضر، وهحولهم للنيابه بتهمتين: عرض الرشوه وانتهاك حرمه المقابر. حتى الموت مش قادرين تراعوا حرمته. عملت ايه؟ طمني. خير الحمد لله. مالكم؟ يعني مفيش حاجه يا بابا؟ لا مفيش حاجه ابدا. طمني. انا اسفه بابا، انا اسفه. لا 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 لا، انت تاسفي ليه؟ ده انا السبب. واحد من اياهم سمع ان انا ليا بنت اموره في كليه الطب وعايزه جثه عشان تدرس عليها، فبعت لي الجثه دي. رشوه يعني؟ يوم يبعت جثه؟ ده ما عندوش ذوق ابدا. طب يبعت عربيه بي ام دبليو مثلا؟ اخلص يا واد، مش عارف مبدئي ولا ايه؟ انا كنت بقبل هدايا ولا رشاوي كنت بقيت مليونير من اياهم من زمان قوي. بعد الشاب عليك، ده انت طول عمرك زي حد السيف. قولي له الفاشل ده. يا سلام يا صاحبي، لو بابا مليونير كنت عملت الفرح في شيراتون ولا في الهيلتون، كنت جبت الفستان من باريس. احنا في ايه ولا في ايه؟ اسمع يا ولاد، انا عارف انكم عشتم عيشه محدوده، لكن انتوا ما اتحرمتوش من حاجه ابدا. انتوا اتعلمتم احسن تعليم، ولبستم وكلتم وشربتم في حدود المعقول. المعقول يسمح به الشرف. مش ذنبي بقى اذا كان الدنيا حصل فيها قلبه. ومع ذلك اذا كنتوا عايزين تعيشوا كويس بلاش تبصوا لكم، او هبصوا للي اقل منكم واحمدوا ربنا. صح، حكاية الجثة دي ايه؟ خلاص انا احلها لك. صباح الخير يا ست بهاء. لا 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 لا، ايه اللي حصل؟ لا لا ايه دي؟ اي شكرا عليك. سلامتك يا ست كل. اسكت يا شبارة، مش كنت هموت. ده بعد الشر عليكي. معقولة؟ شربت الشاي؟ ده انا فطرتي كمان، ربنا يجعله هامل. ده انا اول ما عرفت جيت لك على طول. تعالى اما احكي لك. تعالى احكي لي ايه اللي حصل. طبعا انت عارف الفرح كان فوق السطوح، وانا برقص يا شبوره مندمجه، الاقي الدنيا بتلف بيا والناس بتصوت. اتاري البيت وقع، واحنا واللي في الفرح وقعنا فوقيه. اجهز لك الفطار يا ست. سيبيني يا نعيمه دلوقتي. شوف رجلي يا شبوره،
رجلي اللي باكل منها عيش. يا ساتر يا ساتر، استر يا رب. ايه الحلاوه دي؟ اه يا رجلي، ده انت انكتب لك عمر جديد يا ست بلابل. ده انت لازم بقى تتباها عجل وتديهوني انا في الرقم. خلاص يا شبوره، انا هديك فلوس تجيب عجل. عيني اسكت يا ست بلابل، لقيت لك طلبك. حته قانونجي انما ايه؟ ممتاز. يا ريت يا شبوره، عشان اخلص من قانونجي النحس اللي بيشتغل معانا ده. ده مش ينفع يشتغل قانونجي، ده يشتغل منجد، ينفض مراتب، كفايه عليه ينام في الافراح طول الليل. انما قول لي، جبت القانونجي ده منين؟ انا عارف القانونجيه كلهم. لا ده جديد، راجل هاوي. هاوي؟ بقى انا اخلص من حفره اقع في بير؟ يا شبوره انا عايزه قانونجي فيرست كلاس. فيرست كلاس؟ ما خلاص راحوا كلهم. الفرق زادت والرقصات زادت والمطربين زادوا من يوم ما اخترعوا الكاسيت، والكل بيغني دلوقتي. انما اللي بقول لك عليه ده لقطه، اسمعيه، يا ريت تسمعيه. ما عنديش مانع. عندك تليفونه؟ ايوه، خدت تليفونه في الشغل. شغل هو بيشتغل؟ اه موظف كده يعني. مش مهم، قوم اطلب. قوم. اي الوزارة بتاعتنا حققت السنة دي 66% بس من أهدافها. المفروض نحقق 100%، يعني في عجز بنسبة 34%. وأنا رأيي إن إحنا لازم نبحث أسباب العجز ونحصرها عشان نتلافاها في المستقبل. لازم يكون في حوافز عشان العاملين يتشجعوا يشتغلوا. حوافز إيه يا أستاذ؟ بقول لك عندنا عجز 34%، تقول لي حوافز؟ الحوافز دي مدفعها لما يبقى عندنا فائض في الإنتاج. بس إحنا أحسن من غيرنا. غيرنا ما حققش اكتر من 30% من الخطه. اهم دول بقى لازم يتحجموا. ايه رايك بقى؟ حمدي رد على التليفون وانا مش موجود. ها يا جماعه، انا لسه بقول لكم قدام الارقام اهي. لا مدرسات من الله، ده التليفون المباشر، جايز يكون سياده الوزير. اه معك حق والله. على اذنكم لحظه. من فضلك اديني عبد الحميد افندي. لا النمره غلط. غلط ازاي؟ النمره دي مش 6 9 9 8 39. ايوه هي دي النمره. بس يبقى الشخص المطلوب مظبوط، عبد الحميد افندي فرغلي. مفيش عبد الحميد هنا. قول له الاستاذ شبوره صاحب محل الالات الموسيقيه اللي بشارع مصر. اهلا اهلا استاذ شبوره. لا معقوله ازيك يا شبوره بيه؟ حلو عبد الحميد افندي شبوره بيه دي. طبعا فاكرك كويس قوي. العفو العفو يا عبد الحميد افندي. انا طالبك علشان اقول لك ان انا لقيت لك شغلانه مع اكبر رقاصه في البلد. ايه؟ ايوه يا شبوره بيه. ايوه بس مش وقت الكلام في الموضوع ده دلوقتي. الموضوع مش عايز تاجيل. الست عايزاك تشتغل معاها من الليله. زي ما سعادتك عارف دي موضوعات محتاجه دراسه يعني متانيه و ومتعمقة. ايه ده؟ متعمقة ايه ومتأنية ايه؟ أنا مش فاهم منه حاجة. يظهر عليه عايز يأجل الموضوع شوية. أيوة يا أستاذ عبد الحميد. يا ايه؟ هات التليفون كده، أوعى. كرئيس يا عبد الحميد، أنت من الأول سايق علينا الدلال كده؟ مين حضرتك يا فندم؟ عايز تعرف مين بيكلمك؟ أنا سوسو بلابل. ملكة الرأس الشرقي. الطبلة معرفش الهز عليها. أنا اللي يهزني القانون. الوتر يا استاذ. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. على كل حال المقترحات اللي زي دي انا لازم اكلم فيها سياده الوزير بحيث ان احنا نقدر ندخلها في الخطه الخمسيه الجايه باذن الله. يا استاذ انا عايزاك تشتغل معايا. الحكايه مش محتاجه خطط. هو احنا هنخش حرب؟ على العموم يا فندم الموضوعات اللي زي دي صعب جدا التفاهم عليها في التليفون. اه طبعا طبعا، دي عايزه اجتماع على مستوى عالي جدا. ومالي يا حبه عين؟ على مستوى عالي فوق العالي، انا جاهزه ومستعد. مفيش مانع يا فندم. هاوي 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 هاوي. بس الحقيقه يعني الوقت دلوقتي مش مناسب للكلام. ممكن نتكلم بعد ساعه كده تقريبا. حاضر، هكلمك بعد ساعه. مع السلامه. أنا آسف جدا يا جماعة، آسف جدا. نكمل كلامك. اتفضل اتفضل.
40 جنيه في الليلة، مبلغ مش بسيط أبدا. أعمل إيه دلوقتي؟ أشتغل؟ ما أشتغلش؟ أعمل إيه؟ الله وبركاته. اما اروح بقى يا ولاد اجهز لكم الغدا. شايف بنتك لابسه ايه؟ هي حره. هي حره ازاي يا بابا؟ اذا كانت حاجه هي مقتنعه بيها يبقى خلاص. المشكله يا بابا ان هي مش مقتنعه بيها، دي بتنفذ اوامر خطيبها وبس. على كل حال ما دام خطيبها طلب منها كده وهي وافقت يبقى خلاص. خلاص ازاي بس يا بابا؟ طب افرض حضرتك بقى ان خطيبها ده طلب مني انا كمان ان انا البس زيها. لا 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 لا، ده بقى مش من حقه. طب سمعتي؟ بس في حاجه عايز اقولها لك يا اميمه. ايه يا بابا؟ في الدين يا بنتي الافعال اهم بكتير قوي قوي من المظاهر. فاهمه يا بابا. بابا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه. نعم. عاطف خطيبي هيجي هو واهله بكره. اهلا وسهلا، يشرفوا. شكرا قوي يا بابا. يا ام شريف تعالى انا عايزك. قولي لي يا زهرة. نعم. هي البدل القديمة بتاعتي فين بقى؟ في الصندوق. بتسأل ليه؟ الحقيقة محتاج لهم. يبقى لازم عايز تديهم لحد. تعمل طيب. لأنهم زحمين لي الصندرة خالص. طيب يا ريت تبقي تنزليهم الصندرة وتختاري منهم اثنين ثلاثة كده يكونوا في حالة كويسة وتحطيهم في الدولاب عندي. أيوة بس يا دي الصغرى عليك خالص. بس الست سوسو بلابل، ست زي العسل، ست كريمة وإيدها فرطة وفنجرية، بس الحظ. إيمان الحظ. حظها وقع زي كده، واحدة رقاصة زي دي كانت مفروض ترقص في أكبر المحلات واسمها يلعلع كده في البلد. معلش يا سيدي كل شيء أوانه. طب مش نقوم بقى؟ نقوم بلاش البول. وأدى سوكا. أيوة يا أستاذ شفورة. حساب يا علي. سوكا أنت بتعمل إيه؟ عيب يا راجل ده كلام. أهلاً أستاذ شفورة. اتفضل. اتفضل يا عبد الحميد أفندي. لا لا ده مش دي سوسو. سوسو جوه ده دي كده. مش هتبكي. سلمي لي عليه. سامي نفسك. وابوس من الشوق. لا خليني على بر الهوى. مرجحني بس في حنيه اوعى الهوى يلعب فيا. ستي سوسو بلابل هي. حالته على المعاش ما عادش ينفع. عاش؟ وهنا كمان في معاش؟ اصله بينام وهو بيشتغل. مرجحني وهو توقعني في الحب يا روحي من ينفعني. مرجحني وهو توقعني في الحب يا روحي من ينفعني. حميد كفايه ناجل بكره بروفه ان شاء الله. فاطمه ماشي. ما تاخريش بكره. حاضر. يلا حميد. السلام عليكم. صباح الخير. سمعتي يا فاطمه؟ انا بنفس الميعاد. ازيك يا شابور؟ اهلا وسهلا. عبد الحميد افندي القانونجي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل سعد حميد. اتفضل. اتفضل السفره جاهزه. لا معلش فين انا مدام سعد؟ اتفضل سعد حميد. Thank you.
تسلم الايدين اللي عايزه تتباس. دي شهاده اعتز بيها. انا لما شبوره كلمني عنك اتبشرت بيك خير، ولما شفتك قلبي انفتح لك. ربنا يديم المعروف. شبوره ينيلك، عملت في نفسك ايه يا واد؟ ما عملتش في نفسي حاجه، نبيت هو اللي عمل. طب تعال 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 نتكلم في الشغل شويه. اجمد يا شبوره. امسك نفسك يا استاذ شبوره. ده معهود شارع محمد علي. محمد علي الست دي السوسو بلابل. سوسو بلابل ساعه عبده. ساعه عبده القانونج الجديد بتاعنا. سامحتك يا ساعه عبده. رقصني يا جدع، رقصني. سيب سيب رقصني. يا عيني يا عيني. شبوره ايه اللي هبته دي؟ يا شبوره ماما ايه اللي معادك هنا؟ لا ابدا يا حبيبي، اصل ابوك اتاخر قوي، ده عمره ما عملها، انا خايفه عليه. لكن انت ايه اللي مسهرك كده؟ مش قايل نوم ليه؟ حد من العيال زعلك؟ لا بس انا قررت ان انا اذاكر من جديد عشان عايز اخد الثانويه بمجموعي يدخلني كليه مصاريف على قد امكانيات بابا. حبيب قلبي انت طول عمرك بتحب الطيران، طول عمرك وانت صغير كل لعبه تطلبها كنت تطلب طياره. رغم خوفي عليك من الطيران انا هعمل المستحيل عشان احقق رغبتك ودخلك معهد الطيران. ازاي يا ماما؟ حضرتك ما سمعتيش بابا بيقول ايه؟ معلش سيب حكايه بابا دي عليا انا وربنا يسهل. يلا ده انا خش نام انت حبيبي. شوف يا سعادتك. افندم. انا احب اخد الفرح مقاوله من بابه. الرقصات والرقصين والموسيقيين. يعني حسابك معايا غير النقود، قلت ايه؟ وماله ست بلابل؟ ما جراش حاجه. انا مش طماع، ما احبش اكل عرق حد. عاوز بالقهوه وده كلام برضه استبالها بس. شوف يا سعادته انا عملت لك ثلاث ورقات. نعم ثلاث ورقات. 30 جنيه يا سعادته. ما انا زي ما فهمتك 30 جنيه في الليله. معلش يا سيدي خليهم اربعه، ده غير حصتك في النقطه وربنا يكرمني ويكرمك. كويس كويس قوي، بس الشغل طبعا مش كل ليله. ربنا يجعل وشك حلو علينا والافراح تعم على البلد كلها ونشتغل كل ليله، لكن المضمون الخميس والسبت وحد. عظيم قوي على بركه الله. وفي شغل ساعات بيجي فجائي، عشان كده لازم تسيب عنوان بيتك وشغلك. اه الحقيقه النقطه دي صعبه شويه. ليه صعبته؟ يعني ممكن يبقى الاتصال بيها بالتليفون يعني. لا يا حبيبي مفيش حد عاقل يربط مصالحه على التليفون. ما تسيبيها على راحته يا ست بلابل، ما يمكن الراجل عنده ظروف. ظروف ايه؟ افرض التليفون باظ هنبقى نجيبه ازاي؟ لا ان شاء الله التليفون مش هيعطل. مش كده؟ طلباتك ايه يا عبد الحميد افندي تاني؟ ايوه في ليالي الشغل ممكن يعني ابقى غير شويه من هيئتي، شويه تنكر يعني. تنكر ليه يا استاذ؟ مكسوف من ايه؟ ايه اللي يتكسف من شغله؟ ما اشتغلهاش عليا. معاك حق، بس ما تنسيش ست بلابل ان انا موظف حكومه. شوبش يا حكومه، وانا مالي ومال الحكومه؟ حكومه شغلها بالنهار وانا افرح بالليل. يا ست بلابل ما يمكن عندهم قانون يمنعه، ما تشديش على الراجل كده. بالظبط كده بالظبط. موظف الحكومه ما يصحش ابدا يجمع بين وظيفتين. مش قلت لك دي مسائل قانونيه؟
بالظبط. طمني خالص يا ست بلبل، طمني خالص، كل حاجة هتمشي على ما يرام. مساء الخير. ايه ده يا طلعت؟ اتأخرت كده ليه؟ شغلتني عليك. معلش أصل كنت في مشوار صغير كده. مشوار؟ أنت عارف الساعة كام دلوقتي؟ معلش، بعدين هفهمك. بعدين؟ طب أنت أكيد مخبي عليا حاجة، أنت كنت فين؟ معقول أنا أخبي عليكي؟ كل حاجة هتعرفيها في وقتها بإذن الله. تعرفي يا زهرة؟ ربنا هيفرج علينا قريب. يا رب، تفرحني خير. خير بإذن الله. كله خير. طلعت، وهتكون ناوي تتخلى عن مبادئك وتعمل حاجة كده ولا كده؟ أنا برضه أتخلى عن مبادئي. أيوه، كفاية احتكيت الجوز. بقول لك يا طلعت، أوعى تنسى عريس أميمة وأهله جايين بكرة. فاكر. طب بقول لك، دخلت على الأوضة دي ليه؟ نعم. دخلت هنا ليه؟ أنا عارف أنا دخلت هنا ليه؟ يمكن عشان القانون. قانون؟ يعني مش هتنام؟ لا لا طبعًا هنام، اتفضلي. الو، اديني صاحب حميد افندي. قول له سوسو بلابل. مين؟ بلابل؟ انت عايزه مين يا ست دي؟ ايوه طالبه نمره كام؟ عايزه مين؟ اديني صاحب حميد افندي. انت ما بسمعتش، انت اطرش ولا ايه؟ يا ست يا حمدي، وانت هتحقق معاه ولا ايه؟ يا سعاده البيت دي مش بتتكلم، دي بتردح والله. يا ست خلاص يا اخي، اقفل السكه وسيبها. الله، حاضر. خلاص روح انت حملي، هات لي تقرير متابعه بقى. حاضر. اتفضل. انا اللي هرد يا حمد. يا فندم ما يصحش. معلش. لا كل من اللي بطولوا رسالهم يا فندم. لا معلش، انا اللي هرد. اتفضل حضرتك هات التقرير وما ترجعش الا بعد ربع ساعه عشان اكون خلصت الدوسيه ده. حاضر. اتفضل. الو. ايوه. ازيك؟ انا سوسو بلابل. هنعمل ايه؟ وشك علينا حلو ورزقك كبير، عندك شغل ليلادي. ليلادي؟ ليلادي مش ممكن نأجل لبكره؟ طب انا اقدر اقول للزبون اجل فرحك؟ ما اقدرش. ها؟ طب خلاص، مستنيينك على القهوه ليلادي. حاضر يا ست بلابل. حاضر، مع السلامه. طب خدنا ايه النهارده غير المكرونه؟ حاجه بتحبها قوي يا طلحه. تسلم ايدك وتعيشي. تسلم ايدك. نحن هنا. ايه بنت ده؟ معلش يا سيدي، السكه بس. عفريته شكل عفريته. بابا كده يا بنت. بابا يا بنت. امال فين شريف؟ شريف يا شريف. يا ابني لازم تفهم ان اهم شروط الطيران ظبط المواعيد. اسف كنت بكسب ايدي. طبقك يا حبيبي، طبقك. واحد في الشهر بس. لو حد دقنك بقى 30 جنيه كل واحد. ايه ده انت؟
15 جنيه بس. حرام عليك يا طلعت ليه كده؟ لما يبقى يجتهد ويبقى بني ادم هزوده زيكم. اميمه. نعم. النهارده باذن الله هديك فلوس بعد الظهر، انزلي تشتري كام كيلو شوكولاته وشويه بيتي فور وشويه حاجات حلوه كده عشان ضيوفك. وجاتوه. اوعي اديني جاتوه. خلاص خلاص هنجيب لك. اهلا وسهلا. اهلا انست ومشرفت. لحظه واحده ما بتجيش ليه؟ اتفضلي. بس هي اصل عامله رجال محضره متواجد على خلق فاضل. الحمد لله. راجل صالح عارف ربنا في قولة. الحمد لله. اتفضل اتفضل يا حاج. الحمد لله. اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك. كمل. لأي رابط في سمعتك يا طلعت دي؟ أي رابط في سمعتك؟ لازم أولاده يكونوا محترمين وآخر ثقة. من فضل الله يا فندم، من فضل الله. اتفضل. قولي لي يا سحر، اخبار كليه الطب ايه؟ الحمد لله كويسه جدا جدا. انا سمعت ان اغلبيه بنات الكليه اتحجبوا. ما شاء الله. يعني ايه اتحجبوا؟ قصد حضرتك ان الست تبقى لابسه وما يبانش منها الا عينيها، ولا تقصدي ان الست لازم تبقى لابسه حشمه زي حضرتك كده؟ ربنا الهادي. معلش سحر لسه صغيره، خليها تعيش سنها. عن اذنكم. يا عقل انت يا اصيله، ربنا يطرح فيك البركه. طلعت بيه. لا يا فندم يا حاج. عايزين نتكلم في المهر وخلافه. اوي اوي اتفضل حضرتك. احنا هندفع مهر 3000 جنيه والشقه هديه مني والباقي عليكم. ايوه لكن الباقي ده يبقى ايه بالظبط؟ انا هقول لحضرتك. عفش البيت من كله، اوضه النوم واوضه السفره واوضه الصالون، ايوه، والتنجيد والنجف والسجاجيد والتلفزيون والفيديو كاسيت والمطبخ من اول الثلاجه لحد مصفة الاوضه. ايوه بس الحاجات دي تساوي 15 20 الف جنيه. لا مؤاخذه يا عمي، انا ما كنتش عايز اتوسع، انما العروسه مصممه على كده. دي كانت زعلانه ان الشقه صغيره وبتقول ان حضرتك عايز تفرش 5 اوض. اميمه اللي قالت كده؟ والله لو عايز تفرش 5 اوض وتتوسعوا عن كده يبقى من فلوسكم. ايه الدوشه دي؟ قومي قومي، خلي اخوكي يوطي الزفت اللي وراك في ده. مبروك يا ست، قدمتك النهارده. مبروك ايه؟ ده جاي بحاجه طول ما انت فاكرني سوزان هديه. اسمع يا حاج، الجواز ده عشره عمر، مش مساله بيع وشراء ابدا، وانا مش ناوي اشتري بنتي عريس. استغفر الله، ده عرف يا طلعت بيه. استناني يا حاج، خلينا اكمل كلامي. اتفضل حضرتك اتفضل. انا شخصيا مش عايز اي مهر، وانا رايي ان ابنك ياخد عروسته ويروح يعملوا حياته. فعرف مين الكلام ده يا طلعت بيه؟ حضرتك عايز تتكلمي حسب العرف ولا حسب الشرع والدين؟ والله العرف هو اللي ماشي في الجواز. اسف، انا بقى عايز اتجوز بنتي حسب الشرع، واللي عاجبه على كده اهلا وسهلا. ومع ذلك انت لازم تكوني عارفه، مش اتجوزتي قبل كده؟ انا انسه. انسه؟ لغايه دلوقتي؟ مش لما يجي لها عدلها. على كل حال الموضوع ده محتاج لوقت وتفكير. بالظبط كده يا حاج، كل واحد مننا ياخد وقته ويفكر ويدبر اموره. انست وشرفت، مع الف سلامه. سلام. يلا حاج. اتفضل. مع السلامه. شفتي بقى عمل ايه؟
خلاص الجوازه باظت، الناس مش زعلانه. احسن. على فكره بقى بابا عمل لك قيمه كبيره قوي، يا ريت تقدريها. ما شفتيش ابوك كان بياكل ازاي؟ بخ بخ بخ. ولا مالي ولا ابوه، هو انا هتجوز ابوه؟ بابا خذلني. يا عمايمه يا حبيبتي لو فكرتي شويه هتعرفي بالظبط مين اللي خذلك. لو سمحتي انا مش عايزه نصايح، اتفضلي اتفضلي سيبيني لوحدي. حاضر يا هانم تحت امرك. على فكره بقى انا لو منك ما ازعلش على العريس ده ابدا. مالكيش دعوه. والباقي علينا. بسيطة ضمن الباقي ده. حضرته عايز يدفع 3000 جنيه. 3000 جنيه يا ناس يكفوا على الشقة. ده 3000 جنيه ياكل بيهم هو لوحده وجاتوه شوكولاتة. استغفر الله. مين ده؟ من عليهم ده مش الزامي. حضرتك الاستاذ عبد الحميد الفنادق الجديد بتاع الست ملابل؟ ايوه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الست ملابل لسه مكلماني وموصياني عليك. ليلتك فل باذن الله. تشرب ايه؟ اجيب لك فنجان قهوه تعدل بيه دماغك. واحد عنبر يا سوك. ماشي المطلوب يا سيدي نوبل. اسم حضرتك بيتهوفن؟ لا انا اسمي علي ونس. الشهره بيتهوفن لكن انا اجدع من بيتهوفن. بيتهوفن مات على الحديد. صحيح لكن حضرتك يعني لا الحمد لله جهزت البنتين وجوزتهم وفرشت لهم شقتين تمام التمام. حمام ايشاني ايشاني مستورد وتلفزيون ملون وفيديو شقتين. حضرتك لقيت الشقتين دول فين بس؟ في العماره بتاعتي. عقبال امالتك. حضرتك عندك عماره؟ اه وبشطب التانيه في امبابه. ربنا يزيد. اي خدمه؟ لا 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 متشكر قوي. الف شكر. ايه؟ في حاجه؟ انا بيتهيألي شفت حضرتك قبل كده. ايه؟ فين؟ حضرتك اشتغلت قبل كده في الفرقة المسية؟ بس ايه؟ ايه ده؟ دي سنة تنعنش مزاجك وتخلي مزاجك عالي العالي. لا انت شكرانة اصلا ما بستعملش الحاجات دي ابدا. يا راجل جرب دي هتصحصحك طول الليل. علشان انا مصحصح كلمه كده. شكرا كده. آه. انا عن اذنك. اتفضل اتفضل. استاذ عبد الحميد. استاذ عبد الحميد. استاذ عبد الحميد. ايوه العربيه وصلت. استاذ عبد الحميد افندم تعال انت جنبي هنا. المهندس حسونة السباك بيحيي المهندس عطية النقاش. النقاش كلام كبير قوي. كلام يا جدع. النقاشين 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 كلام النقاشين. اللي بياض وش البلد. اللي بياض وش البلد. ألف مرة. ألف ألف مرة. سلام للبلد ولاد بلدنا. سلام لكل بلدنا.
وانا ولد. وده نصيبك في النقطة. ليلتك فل، ده انا رقصت جنان النهارده. الحمد لله. اقعد 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 اقعد، انا عايزاك اتفضل. بص، ايه رأيك في الإعلان ده؟ وده كمان. أنا شايف إن له زحمة أوي وكلام كتير. طب ما هي الصورة دي حلوة أوي. خلاص خدها ووضبها انت الاعلان زي ما انت عايز. انا رايي ان تبقى الصوره لوحدها واسمك وبس. كويس، انا بثق في ذوقك قوي. طيب حاضر. طب اقعد نتعشى سوا. معلش بس لازم امشي. لسه بدري. معلش بشكل عام. السلام عليكم. مع السلامه يا سعد حميد. مع قوي. ده انت عمرك ما اتاخرت عن الساعه 11. ايوه صحيح، واعملي حسابك انه من يوم رايح ساعات كده بالليل اتاخر شويه. تتاخر ليه؟ اصلي لقيت شغلانه جديده. شغله ايه دي؟ شغلانه في شركه استثمار. هي شركه الاستثمار دي بيتاخروا فيها بالليل بالشكل ده؟ لا مالك متسمر كده ليه؟ طلعت ما تتحرك شويه. طيب مالك؟ هي الشركة دي فعلا بتشتغل بالنهار، لكن أنا بقى شغلي فيها بالليل عشان شغلي في الوزارة بالنهار. ومعقول يا طلعت تشتغل بالنهار وبالليل؟ طب وصحتك؟ هنعمل إيه بقى؟ ربنا يعيننا، ما أنت عارفة الأولاد بيكبروا ومطالبهم بتكبر، لازم نكمل المشوار. ربنا يخليك ليهم يا رب. أروح أحضر لك العشاء. الله، أحلى حاجة قلتيها، أنا ميت من الجوع. يا حبيبي ثانية واحدة هجيب لك العشاء. لقمة حلوة كده من إيديك دي. حاضر يا مي. النهارده هنشرح اول درس من دروس نظريه الطيران، ازاي الطياره بتطير في الهواء وازاي بيحصل لها استابيليتي او تبقى متزنه في الهواء. الطياره دي عليها اربع فورسز، الليفت والوزن والتراست والدراج بتاعتها. يعني ايه الكلام ده؟ انا عدو الموظفين والعمال في الوزاره دي ولا ايه؟ سيادتك عارف ان المرتبات ثابته والمكافئات هي اللي بتغطي شويه. انا سبق وقلت ان المكافئات دي بندفعها لما يكون في فائض انتاج واحنا ما عندناش. يا جماعة الحكومة بتدفع مرتبات الموظفين بقروض طويلة الأجل، إذا قلنا مكافآت يعني بنطالب الحكومة تعمل قروض جديدة، معقول؟ معقول ده؟ إحنا في بداية مرحلة التدريب الأولى على الطيران، وإذا خلصت المرحلة دي بنجاح هتاخد شهادة طيار خاص. الطيارة دي اللي هنقوم بالتدريب عليها طيارة تدريب خفيفة. إحنا دلوقتي هنقوم بالتفتيش على الطيارة المخصصة للطلعة، ونتأكد من كمية الوقود الموجود فيها. اتفضل إيه؟ اتفضل إيه؟ هو رافض فكرة الحافز ليه؟ يا أخي زي ما يكون هيدفع من جيبه. مش فاهم، هو واصي على الحكومة؟ يا جماعة ده طمعان في الوزارة، يبقى وقع سودة. ده صعب وهيصعبها أكتر. ما افتكرش، لأن ده مكروه وملوش شعبية خالص. السلام عليكم. جرايه يا أستاذ؟ إحنا هنا من الصبح. أنا آسف جدا اتأخرت عليكم شوية، معلش. اتفضل يا سعد، اتفضل. اسمع كده اللحن ده وقول لي رايك فيه ايه. حميد الحقيقه دي مش مزيكا خالص. انت بتقول ايه يا استاذ؟ بقول دي مش مزيكا. امال دي ايه؟ انت
ده مجرد ايقاع، دربكه، شخلعه ولا اي حاجه. دي من الحان الاستاذ حميدو. اولا مفيش مجامله في الفن يا استاذ. احنا ما بنشتغلش في الاوركسترا السيمفوني، احنا بنشتغل في الافراح، والافراح عايزه الشخلعه. برضه الافراح دي فيها ناس عندهم ذوق. دول ناس شعبيين يا استاذ، مش بتوصلوا نار. ماشي كلامك. في الحاله دي بقى تديهم فنهم الشعبي الاصيل. اديهم انت بقى الفن بتاعك الاصيل، انا مش محتاج حد يعلمني. عن اذنكم استاذ حميدو. استاذ عبد الحميد ما يقصدش. يقصد ولا ما يقصدش؟ سلام عليكم استاذ حميدو. انا اسف يا مدام، بس انت اللي طلبت مني اقول رايي. ولا يهمك ولا يهمك. طب عندك حاجه من تاليفك نسمعها؟ لا اسكن على الالحان، انا عندي الحان كتير زي ما تقولي كده، مخي مليان مزيكا، بس بالموسيقى الشرقيه الاصيله. تحت امرك يا استاذ. طب مش ممكن نسمع لحن من الحانك النهارده؟ لا انا اصلي كل اللي في دماغي مجرد جمل لحنيه وافكار لسه ما خدتش شكلها الكامل، حاب اكتبها واسمعها لحضرتك. طب ولو جمله واحده؟ اصل انا نفسي اسمعك النهارده قوي. خلاص تحت امرك.
يا سعد. انت ما بتتكلمش ليه؟ اتكلم ازاي بقى مليان؟ تعرف ليه نفسي مفتوحه للنادي كده؟ ربنا يفتح نفسك كمان وكمان. اكتر من كده؟ انا في العاده بتعشاش. انتوا طالعين زبادي ولا حاجه؟ زبادي ايه يا سعد؟ كل بر نفسك. اكتر من كده انا كنت اموت. طب خد يا سعد. طب معلش. عشان خاطر. معلش خلاص بقى ماشي. والنبي ما تفتحش. هتعب بعدين. انا ماليش خاطر عندك. افصص لك حته ثانيه؟ لا 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 خلاص. قولي سعد. نعم. عندك بيت طبعا مش كده؟ ايوه شقه معقوله يعني. مش قصدي، قصدي متجوز؟ ايوه الحمد لله. لازم ست حلوه وكامله. يا ستي كمال الله ونعمه بالله. قولي يا سعد. تهيألي الجواز حاجة والحب حاجة تانية. يعني هو ساعات بيبقى كده فعلا. أصل أنا اتجوزت كتير لكن حبيت قليل. تهيألي الجواز حاجة والحب حاجة تانية. أصل أنا اتجوزت كتير لكن حبيت قليل. 68 88 400. خد يا حمدي دول 1400 جنيه تروح البنك تودعهم باسمي، عندك على الظرف رقم الحساب كمان. حاضر. لا مؤاخذه يا فندم، هو ساعتك استبدلت حاجه من معاش؟ انا هستبدل معاش من غير انت ما تعرف يا حمدي. لا لا لا، ده انا كان عندي حته ارض كده صغيره وبعتها. اسف يا فندم. اي خدمات يا جميل؟ احنا نحب نخدم يعني. خدمات؟ يبقى اكيد عايزه حاجه. هي مش حاجه قوي بس بصراحه عايزه موافقه بابا علشان اروح فرح واحده صاحبتي. ومن امتى بابا بيرفض لك الطلب؟ ما هو بابا لو عارف الفرح فين هيرفض. ايه يعني؟ الفرح في اسكندريه؟ اسكندريه ايه يا ماما؟ لا الفرح في مصر، بس اصل صاحبتي دي اهلها ناس على قدهم يعني الفرح في حي شعبي، فرح بلدي يعني، بصراحه بقى انا عايزه اروح. وفيها ايه يعني لما يكون الفرح في حي شعبي؟ ما انت عارفه بابا هيقعد يقول لي زحمه وناس كتير وبخاف عليكم. خلاص. تعال اخوك شريف معاك. ما عنديش اي مانع بس هو يوافق. تعالي معايا وربنا يسهل. اوكي. وراك. طلع. صاحب بتترجى في زميله لها في الكليه عزمها على فرحها. فرح؟ ايوه زميلتها وعزمها. لا 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 لا. مفيش داعي. ليه؟ اصل الدنيا ليل دلوقتي والشوارع تلاقيها زحمه وهتلاقي تاكسي فين دي؟ فرح لا يا بابا، اصل دي صاحبتي جدا ولو انا ما روحتش هتزعل مني قوي. انا قلت افراح لا. ليه بس يا طلعه؟ دي صاحبتها وهتزعل. وفين الفرح ده؟ ده يا بابا على بعد خطوتين من البيت، جنب البيت على طول في الماريوت. ماريوت؟ طيب اذا كان كده يعني تقدري تروحي بس تقضي الواجب وترجعي على طول، ما تغيبيش. حاضر يا بابا متشكره جدا. ابو شريف. نعم. بدي 10 جنيه عشان يمكن تحب تجيب. ربنا يخليك ليهم يا رب. يا بنت اسبوعي عايز ما تتسالي قدامي. والناس القبهات جايه تبارك لها.
الاسم والبخت اللي ابتسم يا سلام مع الاسم والبخت اللي ابتسم الحب اللي رسم بالورد سنين عسل والحب اللي رسم بالورد سنين عسل ويا اللي اخترتها ولا فيش والله فهم دي. ما قالتليش انها رايحه فرح في حته زي دي. مشكله بعدين وبعدين وبعدين. شريف. ايوه يا بابا. لا بس أميمة عرفت. أميمة؟ ومين قال لها؟ سحر دي عملتها مشكلة يا بابا. سحر أمي كلمي إيه؟ أمي ليه قلت لي انك رايحه الماريوت؟ ردي. انا كدبت اه لكن كدبي ما يجيش حاجه جنب اللي حضرتك بتعمله. مش مقدره بعمل ايه؟ وعشان مين؟ تدفع من صحتي واعصابي عشان خاطركم في الاخر تكلميني بكل وجع. قولي قدامي. معلش يا بابا. ايه؟ هدي نفسك. اصلا ايه؟ اصلا مش مقدره هديها حضرتك بنتعب علشان ليه كده بس؟ تشكيل الوزارة الجديدة! تشكيل الوزارة الجديدة!
ايه الرابطه تشكيل الوزاره الجديده؟ اسمعيني يا ست هاله، تشكيل وزاره جديده. ماليش في السياسه يا دلعي. ده يا استاذ شبوره من جوه. يا استاذ شبوره، يا استاذ شبوره. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح الورد الاحمر والورد الابيض. الله الله، ده انت باين عليك منعنش قوي. ايه الحكايه يا شبوره؟ عندي ليكي اخبار حلوه يا ست الكل. قول لي فرحني. ده ستك ضرب خلاص، انا كنت جاي لك البيت. الله، ازاي بقى شبوره؟ ها تكونش سيما طلباني؟ السيما جايه ورانا وانا جاي معاك. اطلع يا اسطى. انا اوت. ده انت ستك ضرب. الله. عارف يا شبوره، نفسي ارقص والناس فايقه. طبعا هيحصل يا عيون شبورة. المحل اللي هترقصي فيه في شارع الهرم، وانا اشترطت على صاحب المحل ان تكون نمرتك في الاول. كلامك حلو يا شبورة، بس اما اخد رأي سعبده الاول. ما هو طبعا لازم تاخد رأيه، امال هتسيبيه لمين؟ عارف يا شبورة، الحاسة الراجل ده فيه سر في حياته. هو بيروح فين الصبح؟ ما هو قال لنا انه موظف. ايوه قال لنا موظف، لكن فين وفي اي مصلحة؟ عنوانها ايه؟ ده حتى بيته مش عايز يدينا عنوان. هو حر. انت قلقانه من ناحيته ليه؟ عايز اعرف الراجل ده متنكر ليه؟ يكونش عامل عامله في حياته مش عايز حد يشوفه؟ طب افرض مخبر ولا ظابط مباحث شافوه وخدوه، ياخدونا احنا كمان معاه في رجلين؟ ياخدنا في رجليه؟ لا، مين اللي لا ده اشوف لك قانون غير. عيب يا شبور، انا اسيب سعادته؟ انا مش قليلة اصل، بس عبده هو الخير والبركه، هو ساب نعمتي الجديده، الحانه هي اللي شعرتني في البلد. أنا مش فاهم حاجة يا ست بلابل، أنت عايزة إيه بالظبط؟ عايزة أعرف حكايته إيه؟ خايف من إيه؟ إذا كان عامل له عاملة ولا حاجة، أجيب له محامي، أكبر محامي في البلد. خلاص، أعرف لك إيه حكايته، أشتغل لك مباحث ولو إن دي مش شغلتي. ريح قلبي يا شبورة، ربنا يريح قلبي. صباح النور. اهلا اهلا. يا استاذ طلعت، احنا شفنا انك اصلح واحد لتولي الوزاره اللي انت فيها، وتم اختيارك في التشكيل الوزاري الجديد، وكل اللي احنا اخترناهم مشهود لهم بالكفاءه. الحقيقه ده شرف كبير جدا يا فندم، بس مسؤوليه الوزاره دي مسؤوليه كبيره قوي، انا شاعر ان انا مش قدها، وانا شايف ان انا بقوم بواجبي كما ينبغي في المكان اللي انا فيه. معقول بتعتذر عن منصب وزير؟ يمكن يا فندم لو كان المنصب ده اتعرض عليا من مدة كنت قبلت، لكن بعد اللي حصل ما اظنش ابدا. هو ايه اللي حصل؟ لا لا، انا قصدي يعني ان انا قربت دلوقتي على سن 60، اصبحت صحتي ما تحتملش الحقيقة، لكن وانا شايف ان الكفاءات الشاب ببلدنا لازم تاخد فرصتها. انا اسف يا فندم، ارجوك تقبل اعتذاري وأكرر شكري. لا لا، ناحية وزير ما تنفعش، ما تنفعش أبدا. سحر لازم تكمل طب، والولد لازم يبقى طيار، والبنت الكبيرة لازم تتجوز، وبعدين في وزير في الدنيا يستبدل معاشه ولا يعمل سلفة بتمام مرتبه؟ مفيش غير الأدمغة بقى، مفيش. أو كيف زهقت؟ سيادتك بتقول حاجة يا فندم؟ لا 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 لا، مفيش. اتفضل اتفضل. مبروك يا فندم، ألف مبروك يا فندم، مبروك 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 مبروك. ألف مبروك يا طلعت بيه، مبروك يا طلعت بيه، مبروك يا طلعت بيه. يا جماعة مبروك يا جماعة، ألف مبروك يا فندم. والله ربنا يعلم مدى فرحتي قد إيه. المنصب ده جه متأخر يا فندم، مبروك يا فندم، سيادتك من زمان، الراجل المناسب في المكان المناسب يا فندم. مبروك يا فندم، فرحنا احنا بسيادتك كتير قوي والله يا فندم. يا جماعة يا سيدي اديني فرصة اتكلم، ادوني فرصة. لا الكلام ده كله مش صحيح، محدش اتصل بيا بشأن وزارة ولا حاجة، عن إذنكم يا فندم. ده خبر موثوق منه يا فندم، أنا مش عارف الخبر ده معاكم في الوقت. ألف 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 مبروك يا فندم، ده انا فرحت فرح يا فندم، ده انا حتى شوف سيادتك، ده انا طبعت كروت باسمي مدير مكتب الوزير، ده غير ان انا اتصلت بالهندسه عشان يغيروا لسيادتك الديكورات في مكتب سيادتك بالوزاره. انت بتتكلم عن ايه يا حمدي؟
المنصب يا فندم، الوزارة. لا لا، ما أنا رفضتها خلاص. رفضتها؟ في حد يا فندم يرفض منصب وزير؟ أنا رفضته، مانيش قد المسؤولية دي يا حمدي. اسمح لي يا فندم، أنا مختلف مع سيادتك. ده حتى لو سيادتك خرجت من الوزارة يبقى اسمك برضو وزير سابق، ودي ليها فوايد يا فندم. ده شوف سيادتك ممكن تبقى يا حمدي أنا مرتب لنفسي حاجة تانية خالص. تشكر أوي. العفو يا فندم. عمي ايه الشنطة؟ شنطة؟ شنطة الأوراق تحتي. الأوراق، آسف يا فندم. ماما بتقول انكم معتصمين في الغوضه ومضربين على الاكل، ايه الحكايه؟ لا ابدا يا بابا، بس بصراحه كده نفسنا مسدود. مع عيني عامله لكم حمام محشي بالفريك ودقيه باميه، هتاكلوا صوابعكم وراها. يلا يلا يا ولاد بلاش زرع، امال يلا. يا بابا يا بابا، حد في الدنيا يرفض منصب وزير؟ ده انا رحت الجامعه النهارده لقيتهم كلهم عارفين الخبر، وقعدوا يقولوا لي مبروك يا سحر، مبروك يا سحر، مبروك يا سحر الوزاره يا سحر. ما تهوليش الحكايه امال، هيكون عارف منين يعني؟ لا يا بابا صحيح، في جريده نشرت ترشيحات الوزاره الجديده. ايوه يا بابا، ده انا دخلت الجامعه النهارده عملوا لي غليله، كل الزملاء جم يهنوني. ما قلتلهمش ان انا اعتذرت ليه؟ ما انت عارفه من امبارح. يا بابا اقول لهم ايه يا بابا؟ ده انا عشت يوم في الكليه النهارده عمري ما شفته في حياتي، بنت الوزير راحت، بنت الوزير جت. يا ولاد حضرتك بتضحك؟ ايوه بضحك، كل دي مظاهر فارغه. خليكم واقعيين، انتوا عارفين ان بقيت وزير مش ممكن تعيشنا في المستوى اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده، ولولا شغلانه بعد الظهر اللي انا لقيتها دي. ايوه شغلانه بعد الظهر، مالها شغلانه بعد الظهر؟ لولاها ما كناش قدرنا نسيب طلباتنا ابدا. يلا 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 محمد، بعد الظهر كل واحده منكم تنزل تشتري نفسها فستان لكن شيك. سواريه سواريه ربنا يخليك يا الله. يلا 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 شبه منه شوية، بس ما أظنش إنه هو. على فكرة لو يمكن يطلع طلع بيه التوكيل
الوزارة بتاعتكم، لأن لو جه مكان زي ده يوقف حال. اه والله. سيادتك أول مرة تيجي متأخر يا فندم. خير؟ معلش أصل أنا تعبان شوية. فعلا باين على سبب. بس هو ما نمتش طول الليل. طب ما كانش حق حضرتك تيجي النهاردة يا فندم. والله فعلا يا أخي أنا مش ناوي أجي، لكن عشان كده مش عايزك تدخل لي أي ورق لسه كان مهم جدا، أي حاجة تانية أجلها. حاضر. الاستاذ شبور عايز حضرتك استهاني. هو فين ده اللي عايزاه؟ قاعد بره. ايه يا شبور؟ عملت ايه؟ عرفت عنوان بيته؟ بيته وشغله كمان. ده ساكن في حته عماره ست بلابل قبها. فين؟ في شبرا؟ شبرة ايه؟ بقول لك قبها تقول لك شبرا، في الزمالك وعلى النيل عدل. انا اول ما عرفت عنوان بيته عسكرت قدام العماره الساعه 6 الصبح. شويه الساعه 7 ونص كده لقيت عربيه بالسواق بتاعها راح جايه واقفه قدام باب العماره. طلع الاستاذ بتاعنا هو ماسك شنطه اوراقه، شافه السواق راح نازل كاف خد منه الشنطه وفتح له الباب وقال له اتفضل. الاستاذ بتاعنا قاعد على الكرسي الوراني ونجعص كده، والسواق بقى قاعد يسوق وهو منجعص ورا. انا مش قلت لك يا شبوره، انا اول ما شفته كان قلبي حاسس انه راجل محترم. عرفت بيشتغل فين؟ الوزارة. إلا الوزارة يا ست بلابل، ساعة وصوله الوزارة الناس اتقلبت، اللي يجري يفتح له الباب واللي ياخد شنطته واللي يقول وسع وسع واللي يضرب له تعظيم سلام هيصة. إيه بيشتغل إيه؟ بيشتغل إيه؟ إلا بيشتغل إيه؟ ده هو أكبر راس في الوزارة. وزير؟ لا أقل من الوزير سنة، وكيل أول الوزارة. أنا ما كنتش مصدق زي حضرتك كده. مبسوطة مني يا ست بلابل؟ لا يا شبور، أنا لازم أروح أشوف بعناية. استناني أفك شعر وجهي معاك. لا لا يا ست بلابل، بلاش لحسن يشوفك. ما تخافش، أنا اتعلمت التنكر منه. ما هو مش هينفع النهاردة كمان يا ست بلابل، لازم بكرة الصبح بدري علشان نروح نشوف الهيصة اللي بتحصل له وهو داخل. دلوقتي مش هينفع ميعاد غدا. الأمل اللي هو فيها؟ أنا مش مصدقة يا شبور. عروسك عشان تصدقي إن دي حقيقة. قولي من فضلك. أيوة يا مرام. الأستاذ اللي كنت بتسلم عليه ده، هو ده يبقى الوزير؟ ده طلعت بيه عثمان وكيل أول الوزارة. وكيل وزارة؟ مش قلتلك
هو بعد الوزير عدل. بتسألي ليه يا مدام؟ في حاجة؟ لا أبدا، أصلي أول مرة أشوف شخصية عظيمة كده. أوعى تكون فاكرني جاي أرفع عليه قضية نفقة ولا حاجة. خلاص يا أستاذ، هي سألت. متشكرين أوي، متشكرين أوي. ايه ده؟ انت بتعيطي يا ست بلابل؟ ونفسي ابني في حالي يا شبوب. كفايه كفايه. انت زعلانه ليه؟ انت بتيجي الساعه لما يبقى واحد وكيل اول من التخت بتاعك. يلا يلا قبل ما يشوفه، يلا يلا تعالي معايا. المدير المالي عاوز يلا سيادتك يا فندم. المدير المالي؟ هاته ده، خليه يدخل. هاتوا، أنا عايزه، هاتوا. صباح الخير يا طلعت بيه. صباح النور. أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. أه. أنا مش هاخد من وقت سيادتك كتير. أنا جاي بخصوص المقاولين اللي طالبين استحقاقاتهم. نصر وزميله. أنا عارف إن سيادتك واخد على خاطرك منهم شوية. وخصوصا بعد حكاية الجثة اللي بعدوها. لكن بشرفي. كان قصدهم شريف. شوف بقى، أنا قلت لهم إنهم مش هيستلموا فلوسهم إلا لما يسلموا منشآت بجميع المواصفات المتعاقد عليها. كل شيء يا فندم تم على الوجه الأكمل. كده؟ طيب، أنا بقى هشكل لجنة وهختار أعضائها بنفسي عشان يكتبوا لي تقرير كامل عن المنشآت دي. إيه رأيك؟ عندك مانع؟ لا أبداً يا فندم، مفيش مانع أبداً. لمعلوماتك بقى، أنا عارف الناس دول على اتصال بمين في الوزارة، وعارف هما بيعملوا إيه جوه الوزارة وبره الوزارة عشان يستلموا الفلوس دي. لكن أنا بنصحك إنك تبعد عن الناس دي، لأن تصرفاتهم مريبة جدا. يا فندم أنا راجل نزيه وشريف وأعرف ربنا كويس قوي. أنا كل اللي بعمله إني بحارب الروتين. وأنا بقى الروتين اللي أنت بتحاربه ده؟ يا فندم العفو، أنا ما أقصدش والله. يا أستاذ، يا شريف، يا نزيه، يا اللي تعرف ربنا، أنت مش كنت سهران امبارح في الكباريه وقدامك إزازة ويسكي قد كده؟ صح ولا لأ؟ كده ولا لأ يا أستاذ؟ وسيادتك عرفت إزاي الحكاية دي؟ عشان الاتنين مشبوهين ومتراقبين، ولعلمك بقى المباحث عارفة كل حركاتهم وكل سهراتهم. عيب يا أستاذ، عيب. أنت راجل كبير وعندك أولاد، عيب. بعد إذن ما عليك. تفضل ما عليك، تفضل. أخبار سيئة جدا، في مصيبة حصلت. قعدت تنبر فيها يا ساتر، اصبر. مصيبة ايه اللي حصلت بس؟ عمارة من عماراتنا وقعت تاني؟ يا ريت. طيب قول، الركب سابق. أنا كنت عند طلعت بيه امبارح. أنا وجبت الشيك. شيك إيه؟ شيك إيه بيقول لك مصيبة؟ اطلع من أبوخي بقى. طلعت بيه عرف إن إحنا كنا في الكباريه سوا امبارح، في مباحث بتراقبنا. وعرف حتى كنا قاعدين بنشرب ايه سوا. يبقى هو. السلام عليك يا نصر يا ابو مخ. هو انا قلت فعلا ان هو ايه؟ هو ايه؟ انت مخك فين كان امبارح وانت هتشرب الهباب اللي بتشربه ده؟ انا ايه ده؟ انا نظري سته على سته وانا ايدك ان هو. هو مين؟ القانونجي. القانونجي. القانونجي ايه؟ احنا الليله دي نبقى في الكباريه بالليل. من بدري. انا مش معاك ولا رايح الكباريه خالص، وارجوكم ما تجوش تزوروني حتى في مكتبي. سلام عليكم. طيب ممكن اجي لحضرتك البيت؟ طب وشيك؟ يعني ليه بس حضرتك كلف العربيه؟ كل تعاملنا مع بعض قعدت تنبر فيها؟ ايه؟ كله تمام؟ كله تمام حضرتك يا عمارة.
عايزين ازازة سوسكي تاني ها؟ وغمام التلج غمامة. اقول لك ايه؟ هتشرب شوية بزاز كمان بسرعة بس. تخدي على جمالك. تعالى يا حبيبي تعالى جنبي. صاحبك بقى حبيبك. ايوه يا سيدي رايق. ايوه كده يا استاذ لو سمحت يعني. استاذ ده انت اللي استاذ واستاذ كبير قوي. بس يا اخي هلصك. بس في حاجه بقى مش عجباني فيك. البتاعه دي الطاسه اللي انت حاططها فوق دماغك. مش معقول اللي بيحصل ده. حد يشيل السكران ده من اهو. انا سكران يا ده. انا اوعى عليك انت. هو اوعى قولي لهم محدش يقرب لي. وبعدين بدل ما تقولي لهم يطلعوني بره قولي للافند ده لابس ليه نضاره سودا في عز الليل. ما تقلع اخوها النضاره دي يا حبيبي. احنا معجبين بفنك وعايزين نشوف وشك وطلعتك البهيه. وبعدين معاك. اتفضل اقعد مكانك. اتفضل يا استاذ. يا بابي يا بلومبي قربي يا جميل وتعالى جنبي. ما تزعلش طلعت بيه. ايوه عرفت قريب قوي بس ما كنتش عايزه اقولك. انما الجماعه اللي كانوا بيشوشروا امبارح في الصاله دول انا بتهيالي انهم كانوا متسلطين عليك مش كده؟ ما فعلا كده. يقصد ايه بكلمه انت مخبي نفسك؟ هو انت بتشتغل شغلانه بطاله؟ انت فنان عظيم ولا يهمك. طلعت بيه انا متمسكه بيك جدا بس مصلحتك اهم مني. لو عايز تسيب الشغل. لا استبلابي لا. انا دلوقتي متمسك بالشغل ومعاك انت بالذات اكتر من الاول. انا قلبي عليك علشان مركزك. طز. بس بكره الوزاره كلها تعرف حكايتك. مالها حكايتي؟ لا ظبطوني بختلس ولا باخد رشوه. انا بشتغل انونجي وده عمل شريف والفن مش عيب ابدا. على كل حدث كانش عاجبهم انا احضر استقالتي واحطها في جيبي وارميها لهم عند اللزوم. صباح على خير. حق.
انت كنت جايباني لله دي عشان كده. اسمعي بقى، انا جاي الشغل بكره، اوعي اجي الاقيكي جايبه قانونجي غير. بس انا خايفه عليك. لا ما تخافيش عليا ابدا. اصبح على خير. بس مش هنا. أمال فين؟ هنا.